السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تولز مجانية اسمها فاميلي مانجر، الإمكانيات بتاعتها كويسة جدا، فبتديك إمكانية في التحكم وتعديل الاسم. ممكن مثلا عايز تزود حرفين في أول كل الفاميلي، مثلا أول حرفين من الشركة، يعني أنت شغال مثلا في شركة أول حرف فيها مثلا اف ام، فتبدأ إن أنت تزودهم، تقدر تحددهم، تقدر تشوف الفاميلي في 3D بالشكل دوت اهوت، دي كل الفاميلي الموجودة، فتقدر إن أنت تعمل منها دوبليكيت، تقدر ان انت تشوفها موجوده في 3D، تقدر تفتح فاميلي تايب مانجر، تقدر تعدل الاسم، تقدر تعمل الاكسبورت للفاميلي اللي انت محددها، بس مش لازم مش لازم تعمل اكسبورت لكل الفاميلي. بيديك امكانيات تحدد اللي انت عايزه وتبدا ان انت تصدرهم او ان انت تعمل لهم بيرج او تعدل الاسامي زي ما انت عايز. بالشكل دوت تقدر تعمل ديليت لبرامتر معين من قلب الفاميلي او تزود البرامتر لكذا حاجه، يعني ممكن يكون عندك اكتر من باب وعايز تخليهم كلهم نفس البرامتر بتاع السايز الويتس وهكذا، فتقدر ان انت تتحكم فيه بشكل افضل. ودي المعادله، فهو بيديك امكانيه بدل ما تفتح فاميلي فاميلي تعدل فيها، تقدر تعدل في عدد كبير مره واحده. الميزه في الاداه دي انها مجانيه، فتقدر ان انت تسطبها وتشتغل عليها وان شاء الله تعجبك.